الأستاذ الدكتور عمرو رياض، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمستشفى الابتسامة، إحدى فروع دار الطب، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، جامعة عين شمس. اهلا بكم. الحب الوحيد ال 100% 100% مضمون طول الوقت طول العمر، قلش ما يتغيرش ما يتبدلش، مفيش حاجه تعكره، هو حب الام وحب الاب، يعني سواء الاب او الام الحب بتاعهم ما يتاثرش، متاثرش خالص، تغيرش. حضرتك سافرت، حضرتك طنشت، ما بعتش جوابات ما بعتش حد بيبعت جوابات يعني ما سألتش، مش هو برضو هتحبك، حب غير مشروط بشيء. خلينا نقول انه تأخر الإنجاب قسوة، ما بعدها قسوة وقصة محزنة جدا جدا عندما يكون أولي بالذات، يعني مفيش أولاد. فتعالوا نعيش هذه القصة المهمة مع ضيفي العزيز الاسم اللامع وواحد من نجوم عالم علاج تأخر الإنجاب، الأستاذ الدكتور عمرو الرياض، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري بمستشفى الابتسامة وهي إحدى فروع دار الطب، الأستاذ المساعد لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيفي العزيز أهلا بك يا دكتور عمرو. أهلا برايك. في عندي قضية مهمة للغاية، قضية تكيس الموبايل، لأنه كتير دلوقتي أنت بتشوف بنت جايه لك عندها تكيس موبايل، هتقول لها حاجتين عكس بعض، تقول لها انت عندك خصوبه عاليه جدا لكن عندك تاخر او فرصه لتاخر الانجاب، ازاي الجمله دي تركب مع بعض؟ تكيسات الموبايل من الحاجات الشائعه جدا، وفي مجتمعات توصل ان الغالبيه من الناس عندهم تكيسات الموبايل بدرجه ما. مرض مش مفهوم ايه سببه، لكن شكل الموبايل بيبقى فيه كور سودا على الاطراف، الكور السوداء دي الاطراف دي بويضات في مراحل بدري من النمو، وقفت ما كملتش، بيبقى عندها تاني حاجه زياده في تاثيرات هرمون الذكوره او في مستوى هرمون الذكوره نفسه، يعني بيبقى عندها شعر زي شعر الذكوري شويه في الدقن في الوش، زياده في حب الشباب، ده نمره 2. نمره 3 وده المهم بقى، ودي موضوع التاخر الانجاب بيجي منه، تاخر في التبويض يؤدي الى تاخر في الدوره، لان الدوره هي مرايه للتبويض، فبيجي لها تبويض كل شهرين ثلاثه، كل 6 شهور مره في السنه، فبيجي لها الدوره كل شهرين ثلاثه او 6 شهور مره في السنه، وده ينعكس على فرصها في الحمل، بدل ما يكون عندها 12 فرصه كل سنه بيبقى عندها ايه فرصتين، وغير معلومه الوقت، هي مش عارفه امتى، لان هي ما بتعرفش تتوقع ان امتى يحصل العلاقه اللي هي تؤدي الى جماع، لان هي ما بتعرفش تحسب ايام التبويض. في نفس الوقت عندها مخزون عالي جدا، لما نعمل تحليل مخزون بنلاقيه اكتر من ضعفين لثلاثه لاربع اضعاف الست الطبيعيه، ولكن المخزون ده بيطلع بكميات قليله كل شهرين ثلاثه كل سته، فده اللي بيقلل فرصها في الانجاب، يعني المشكله اساسا بتبقى في التبويض. ايه الاسباب اللي تخلي حد عنده؟ الاسباب احنا ما نعرفش، لكن ممكن نعرف ايه الكيفيه اللي بيحصل بيه، ان بنلاقي معاه زياده في احدى هرمونات الغده النخاميه، فبنفترض الغده النخاميه الهرمون زياده الهرمون ده هي اللي بتزود افراز هرمون الذكوره من داخل المبيض، لان يعني هرمون الذكوره بينتج في المبيض طبيعيا.
وبينتج برضه في الغده فوق الكظريه، فانتاجه في المبيض بيعلى، فبيقلل نمو اي بويضه حواليه، فبيخلي البويضات كلها صغيره. وفي نفس الوقت بيتحول الهرمون دوت مفروض لهرمون الانوثه في اخر خطوات التصنيع الهرموني. احنا المشكله عندنا زياده في هرمون الذكوره، زياده في احدى هرمونات الغده النخاميه، دي النظريه المطروحه للسبب، لكن دي حاجه نقدر نقول شبه وراثيه، ملهاش جين محدد، ما نقدرش نحدد الجين المسؤول، لكن هي بتجري في العائلات، الام واختها هتلاقي البنت، والبنت هتلاقي اختها عندها، ما نعرفش بالظبط ايه اسلوب التوريث بتاعها، لكن دي حاجه بتجري في العائلات، فما نعرفش سبب معين. في اعراض تنذر بانه في تكيس قادم؟ دي اول حاجه البنت بتيجي الدوره عندها منتظمه في الاول، اول سنتين، وبعد كده تبتدي تتباعد، والتباعد ده يبقى كل شهرين ثلاثة. دي أهم علامة منذرة لقصة التكيسات. تيجي نعمل لها سنار نشوف المنظر الايه بتاع التكيسات المبيض، زي العقد ده، الكور السوداء على الأطراف دي كلها. المشهد ده، المنظر ده ما خلاص احنا حفظناه لكم. سنار المبيض المتكيس. تكيس. اللي انتوا شايفينه ده. منظر العقد بالظبط. بعد ما نشوف المنظر دوت نبتدي نعمل تحاليل تانية، تحليل هرمون الذكورة وحاجة اسمها دهية، نتأكد إن مش السبب مرض تاني، لان بعض الاحيان النادره بيبقى السبب مشكله في الغده فوق الكظريه، ورم في المبيض هو اللي مزود هرمون الذكوره عامل نفس الاعراض. مفيش الحاجات دي كلها، مع وجود هرمون غده درقيه سليم، هرمون لبن سليم، نقول خلاص احنا عندنا تكيسات على المبيض، وبتدي نطمنها ونقول لها ان شاء الله امورنا هتبقى كويسه لما نحمل. وهنا بقى مهم، هل هي انسه ولا هي مدام؟ هي مدام دلوقتي وعايزه تحمل. طب مدام اللي عايزه تحمل بنقسمهم لمجموعتين كبار، ناس مليانين زياده عندهم زياده في الوزن، وناس رفيعين. الناس المليانين هيستفيدوا جدا من ان هم يخسسوا، يستفيدوا جدا من ادويه زي الميتفورمين والاسيدوفاج، يستفيدوا جدا جدا ممارسه الرياضه، مجرد نقص الوزن بس 5% من وزنهم، يعني وزنها 100 كيلو لو قلت مثلا 5 كيلو هتستفيد جدا، ده ممكن تنتظم لوحدها. الرفيعين بيبقى ليهم علاج مختلف طبعا. عندي ثلاث نقط بقى، التشخيص للتكيس، المخاطر المضاعفه. التشخيص زي ما قلنا بالسونار، زائد الاعراض اللي احنا قلنا عليها، تاخر الدوره نتيجه تاخر التبويض، ثالث حاجه زياده في هرمون الذكوره او تداعياتها. دول ثلاث حاجات، شكل السونار، هرمون الذكوره، الايه تباعد الدوره. الثلاثه دول لو في اتنين منهم يبقى ده ايه، يبقى ده خلاص احنا كده شخصنا التكيسات. طيب دي اول حاجه، التداعيات بتاعتها ايه، المشاكل بتاعتها هو في كلها في الاساس موجهه نحو الخلفه، يعني عدم حدوث انجاب نتيجه عدم حدوث تبويض. وممكن في الاحيان النادره جدا زياده هرمون الذكوره العنيف، خاصه مع زياده الوزن، مع زياده هرمون الانوثه، اسف، ده بيزود بطانه الرحم وممكن يغير في نشاط الخلايا شويه. لكن احنا نخليها في موضوع الايه، التاخر الانجاب اللي هو الحمل، دي تاخر التبويض بيؤدي لتاخر الانجاب، دي التداعيات بتاعتها، ودي اللي احنا بنعالجها. دي النقطه الثالثه اللي هو العلاج، العلاج تنشيط التبويض في الاساس بعد التاكد برضو الانابيب سليمه، لان ما يمنعش يكون عندها تكيس وجوزها في مشكله. دي نقطه مهمه، الناس تقول لا انت نعالجك على طول. طب وزوج؟ احنا ما نعرفش، لا ما هي عندها مشكله. طب نفترض الزوج عنده مشكله، تحليل السائل المنوي للزوج الاول، وهي تعمل اشعه بالصبغه، لان العلاج يختلف. لو انابيب مسدوده ساعتها مش هنعمل تنشيط تبويض عادي، ممكن نعمل حقن مجهري. وابتدي في هذا الايه المضمار حوالي 6 شهور بعد فقدان جزء محترم من الوزن او السيدوفاج، وابتدي نبتدي نمشي في هذه السكه ونشوف استجابه المبيض. ايه الفرق بين تكيس المبيض وكيس على المبيض؟ تكيس المنظر اللي كان طالع على الشاشه اللي هو اكياس صغيره. الكيس ده حاجه كبيره ويبقى كيس واحد او متشعب، بس هو كيس واحد في المبيض. التكيسات دي احنا ما بنشيلهاش جراحيا، كنا زمان بنكويها. الموضوع ده اول ممارسه الطبيه دي اختفت او قل استخدامها تماما من الطب من 14 15 سنه، لان هي بتقلل المخزون بدون فائده ترجى. يعني احنا ده كنا كيس على المبيض. ده كيس اهو فوق المبيض اهو. يعني رسمه صوره يعني له كيس صغنن ده، بس لا كيس كبير بقى. ده على الشمال التكيس، ده على الشمال التكيس. السونار ده سونار، ودي صوره يعني شرحيه تشرح يعني بالظبط. او الصوره ممكن نشوفها بمنظار البطن لما نخش نشوف الرحم. علاج التكيسات زي ما قلنا احنا بنعالج الاعراض بتاعته، سواء عمل تاخر في الانجاب او تاخر في الدوره. لكن علاج الكيس بيبقى موجه نحو طبيعه الكيس بس. كيس، طب هو ده كيس وظيفي ولا ورم حميد ولا ورم غير حميد؟ هو ده الاساس في علاج الكيس، ان ما يكونش ورم بس. بعد العلاج للتكيس، احنا رجعنا للتكيس تاني، الحمل يجي بعد قد ايه؟ ولا ده شيء مختلف من ست لست؟ هو مختلف، لكن احصائيا
80% من العينين اللي بنعملهم تنشيط تبويض عندهم تكيسات 80% بيحصل لهم تبويض. قد ايه بيحملوا؟ نصهم. 40% بنتكلم في فتره 6 شهور، يعني في خلال 6 شهور 40% من مرضى التكيسات ان شاء الله هيحملوا، والباقي هيحتاج ان احنا يا اما نعمل له احدى وسائل المساعده الانجابيه الاخرى او نشوف في اسباب ثانيه مصاحبه التكيسات ولا لا. ايه الاخطاء الشائعه في التعامل مع التكيسات المبيض؟ نمره واحد الكي. الكي ده كي ده من الحاجات اللي هي بتحول واحده ذات مخزون عالي جدا الى واحده ذات مخزون ضعيف جدا. انت رايك في الكي عموما انت رفضته تماما ولا له شروط؟ لا هو مرفوض، يعني هو مرفوض. مش انا اللي رفضه، يعني هو انا عارف تم الاشاعه خلاص قالت انا بقول تقييم ليه، لانه بعض الاراء لسه لغايه دلوقتي بتقول ماشي ممكن نعمل كي ده في مصر بس عندنا بس بشروط الاربعه قواعد الاربعه. لكن انت رافض الكي بكل مقاييس. طبعا، لان هو حتى الناس اللي بتعمله بشروط معينه ان هي مش عايزين نحرق القشره عشان ده اللي في بطنه نخش جوه على طول على طول ونعمل خرمين باربعه وفي مبيض واحد اربعه وباربعه 4 ثواني. انت عارف الكلام ده، الكلام ده مش علم، مش علم الكلام ده، ده مش علم. واحنا في مصر دي هي احنا للاسف البلد الوحيده، حتى مفيش بلد في افريقيا بتمشي من غير علم. يعني احنا حاطين قواعد نفسنا بعيدا عن العالم كله. قاعده الاربعات دي اذا دي حاجه بتاعتنا مصريه خالصه، مصرية خالص. مش مكتوبه في اي حته. اذا الكي انت رفضه تمام، دي اول خطا. طبعا الخطا الثاني، الخطا الثاني الاستعجال. يعني تنشيط تبويض احنا نستعمله كخط اول ماشي مفيش مشكله، لكن مش هنستخدمه في الناس الرفيعين. ومن الناس الرفيعين ممكن يبقى فيهم حاجات تانية زي ال كارنيتين مثلا، الحاجات دي بتحسن التبويض في المرضى التكيسات. طب نبتدي تنشيط تبويض بايه؟ هل نبتدي على طول بحقن؟ لا، دي خطا شائع برضه. طب ليه حقن؟ نجربنا اقراص، لما نجرب الاقراص لوحدها ممكن ناخدها، ثم بعد كده ما استجبناش ناخد حقن؟ لا عادي، الاقراص ممكن نزودها، الاقراص ممكن نغير البروتوكول بتاعها، ممكن ناخدها بعدها باسبوع. في بروتوكولات كتيره. ليه؟ لان احنا عندنا مشكله كبيره، مرضى التكيسات ممكن يبقى صعب شويه في الاول يبتدي التبويض، لكن ممكن في بعض المرضى يحصل عندهم فرط تنشيط. يعني مره واحده نلاقي المبيض كبرت جدا، طلعت مبيضات كتير جدا، ميه في البطن، ونلاقي الموضوع كبر قوي، يعني عايزه تحمل، دخلت في مشاكل ان هي محتاجه تتحجز في المستشفى. يبقى تكاثر المبايض واحد من اهم واشهر المواضيع اللي لازم نبقى فاهمينه كويس جدا، وثقافه الناس تزيد حوله. لان انا بشوف عائلات اول ما تقول لهم تكاثر المبايض يجي لهم هلع، والست الام تقعد تعيط، يعني البنت مش هتخلف عندها تكيس، يعني المبيض بقى متكيس، يعني بقى وبعدين البنت نفسها خلاص يجي لها عقده. بالاضافه بقى الى انه في على الجانب الاخر عائلات ثانيه او ناس ثانيه تقول لهم البنتكم عندها تكاثر مبايض، بنت عمها عندها تكاثر مبايض، وبنت خالتها عندها تكاثر مبايض، لانهم شافوهم خلفوا، فعندهم اطمئنان نسبي او اطمئنان تام، وبالتالي يعني نقدر نقول اهمال لحاله تكاثر المبايض، فمش هيخسسوا البنت ومش هيعالجوها بشكل كويس، يعني واضعين في الاعتبار ان بنت خالتها وبنت عمتها خلفوا، وده برضو وارد، وده من العجائب ان تكاثر المبايض احنا بنقول واحده من اسباب تاخر الانجاب، لكن في ناس كتير عندهم تكاثر مبايض وخلفوا من غير حاجه خالص. ماشي، العلم كده، انا اتعلمت في تاخر الانجاب ان مفيش قاعده، القاعده طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر كل شيء. نورت وشرفت، شرف ليا ضيف العزيز النجم المتميز لعالم تاخر الانجاب الاستاذ الدكتور عمرو الرياض، استشاري تاخر الانجاب والحقن من جهري بمستشفى الابتسامه، وهي احدى فروع دار الطب، والاستاذ المساعد لامراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه عين شمس الاكاديمي المتميز. كان في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه.